يا هلا يا هلا يا هلا والله، مساكم الله بالخير حبايب قلبي، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ طيبين؟ عسى الله يحفظكم. طبعا حاليا واصلين إلى دربات هذا المكان الجميل، الله يحفظ رجال الأمن ويعطيهم الصحة والعافية على جهودهم المبذولة لخدمة كل الزوار في محافظة الظفار. والله احنا ما مقصرين، جزاهم الله ألف خير على كل شيء. والجو يا جماعة، الجو ما شاء الله، يوهو. السلام السلام، تو واصل من المطار او انخلط دربات. ما عنده غير دربات. صورة تشرف. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب الله يسعدك. يلا طيب دوريم ولا لا؟ هو عالسويق. الله يسعدكم يا رب. يا مرحبا يا حلو. صورة. يا هلا يا هلا، الله يسعدكم يا هلا حبيبي. يلا شوف هناك، الله يسعدكم. شكرا شكرا شكرا، يا هلا يا هلا ومرحبا حبيب. يلا شوف هناك، يا مرحبا. خبروني شيء، شوف الخاطر، شرف. الله يسعدكم، ممنون لكم. شايف الخاطر؟ صورة. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسعدكم. يا سلام يا سلام على هذا المنظر الطبيعي، سبحان الخالق. يا راحة نفسية، مناظر تريح لك عيونك، تستنشق هواء نظيف، الخضار، الماي، الطبيعة، ما شاء الله ما شاء الله. يا هل يا هل يا هل، برجع لحظات. الله يسعدكم يا رب. شوفوا السياح من مختلف دول العالم مستمتعين. إن شاء الله. So I was happy to meet my friend Barry from Amsterdam. Happy to have you in our country. Can you tell me how's your experience in Dubai? I would say it's unbelievable experience to go to Salalah. The weather is extremely nice, especially during this time. So we're, I would say, drifting a little bit away from the heat in Dubai. Yeah. And mashallah to Oman, to the Omani people. Thank you very much. We really love to be here. What are you gonna say to the people who's like, they have a plan to come to Dubai, but they are between? No, you should definitely come to Salalah. And you guys are welcome. Thank you very much. Shukran Abi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. الجميع والله مستمتع بأجواء ظفار والطبيعة الخلابة والجو الجميل. ويا هلا ومرحبا بكل الزوار من كل دول العالم. Welcome to Oman and Dubai specifically. يا هلا ومرحبا، متشرف. الله يسعدك، اول واحد في السناب تابعته. الله يحفظك، والله اني متشرف. الله يسعدكم يا رب. نورين. يا مرحبا، تعالوا عمي، تعالوا. من اسمك؟ طيف. طيف، وانت؟ ما شاء الله. وهناك البطل. البطل محمد. الله يبارك فيهم ان شاء الله. تأمرنا على حاجة. شايف الخاطر؟ يلا حبايبي، مع السلامة. مع السلامة. بالحلوة ذنوب ناصر. ما شاء الله والنعم والنعم. يلا شوف على اخوك. يلا شوف هناك. شوف على اخوك، تلفون اخوك. ضحكي عاد زين؟ حبيبتي يلا. خلاص تأمروني شيء. سلامتك. شايف الخاطر؟ مع السلامة عمي. سلمي لي. باي باي. سوي باي باي. هنيه خلاص. يلا مرحبا حبيبي. الله يحفظكم. شكرا شكرا. الله يسعدكم.
وايد حلو على امتداد وادي الدربات، تحصل هذا الأكشاك والخيم، تقدر تستأجر تجلس تروق، يكون هذا المنظر قدامك. حتى شكلهم كي وألوانهم معطي إضافة حلوة للمكان. فصراحة شكرا شكرا لكل القائمين على تطوير المواقع السياحية في محافظة ظفار. يعني في فرق عن السنة الماضية، وإن شاء الله في كل سنة يكون في تغير إلى الأفضل بإذن الله تعالى. شكرا للأفراد، للمؤسسات، الجميع من دون أي استثناء. شوفوا ما شاء الله جمال المكان. يا هلا يا هلا، شخباركم؟ طيبين؟ الله يسعدكم إن شاء الله. يا هلا ربا، حياكم. من كم ساعة نذكرك بس. سلام. أجواء الأجواء على الرذاذ الخفيف، ناس مستمتعين إن شاء الله. ما شاء الله معاكم مجموعة من الكافيهات والمطاعم، تقدر تاخذ لك أكلك، حلي كوفي وتستمتع بهذا المنظر. ما شاء الله ما شاء الله، هناك في ألعاب للأطفال بعد. صراحة يعطيهم ألف ألف عافية. حتى الثيمات يعني معطية لمسة للمكان، والناس مستمتعين. يا هلا ومرحبا، كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يسعدكم ان شاء الله. يا مرحبا، اتشرف، تعالوا تصورون، تعالوا. حاضر، ها كيف حالكم؟ زينين؟ من هين تو؟ من بركي. يلا الله يحفظكم. كيف صلالة؟ مستمتعين؟ يلا الله يبارك فيكم. شكرا، يلا الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظ. شوفوا ما شاء الله الزحمة في وادي دربات، تبارك الرحمن. انا ما اقدر اصور لكم لان في وايد عوايد، بس المكان مفول والكل مستمتع ومتونس. ما شاء الله حالاتهم، عسى الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. والله الاجواء جميله على الرذاذ، والخضار والماء ان شاء الله. خلاص خلاص، هين موتر من الحين، هين اظني لف شويه ما شاء الله. شباب يعطيكم الف عافيه على جهودكم، الله يحفظكم ان شاء الله. مشكورين مشكورين. وديني في صلالة مشيني، وديني وديني في صلالة مشيني،
وديني وديني في صلالة مشيني وديني وديني في صلالة مشيني بمشي على دربات القلب يدق سبع دقات لهلي على دهاري زوقه ويمشي على ماري بازور انا طق طلعني يا جماعة في موترني ما يستوى واصلين هني ما ناخذني لفة على هذه الاجواء الحلوة ما شاء الله يا سلام هلا ويها ويها هلا بسم الله بسم الله قالوا اني قدام الدقة يروح صوب قدام ايوه طلد قدام حبيبي العليمي احلى عليمي والله الله يبارك فيهم ان شاء الله الله يحفظهم شكرا يا هلا والله حياك الغالي السلام عليكم الله يسعدكم شكرا شكرا حبايبي والله حبايبي الله يحفظكم ويديم محبتكم يا رب ممنون ممنون لكم جميعا فرد فرد ان شاء الله حبيبي عيون العريمي عيونه لحظة بييكم حبيبي حبيبي كيف حالكم الله يبارك فيهم عيون العريمي عيونه حبيبي عيونه الله يبارك فيهم ويحفظهم يا رب يا بني الأوردة والحلو يا جماعة ان في المكان تقدر تطلب لك كوفي ويوصل لك الين حاضر حبيبي بستلم هذه وياينك شيل مالك اخوي شكرا كيف حالك زين الله يسعدك هين تليفونك هات تليفونك يلا يلا ما بطل عين لا تشيلينها ما بيطيح ما بيطيح هات هات حبيبي يلا شوف علي زين من اوصل هناك ايش رايك يلا من ارجع زين يلا زين عشان تليفونكم ما يروح في الماي مسك اقول لك عشان ارد لهم تليفون برجع لحظه برجع ريوس لحظه يلا الله يسعدكم شكرا حبايبي حبايبي اقول لك يوم مالك انت استروبرياني اتاكد ايوه ايش بعد احسك مضيع بعد غامض انت روح اخوي طالبين لي اي هاي ايش انا ايش بشربه هاي تسألني وين هذا المكان الطبيعة والمناظر الخلابة أقول لك يا هلا فيك في محافظة ظفار في سلطنة عمان شباب جاء جاب انتبه 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 شيء اليسار شيء الله يسعدك يا هلا يا هلا اللي يستقبلني ينتظرون الحلوين تعالوا 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 كيف حالكم زينين الله يبارك فيك من اسمك زكريا وانتي مريم وانتي وانتي ما شاء الله ما شاء الله كيف صلالة خلا خلا ركبوا معي ركبوا 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 معي ركبوا ركبوا خلا خلا بشيلكم لفة عادي عادي ركبوا ركبوا يلا كلكم ركبوا تعال تعال زكريا روح داخل روح روح يلا ركبوا ركبوا صح ايوه استعدني اكيد شوفك عادي موافقه موافقه يلا تشير لك حبيت يلا ركبوا ركبوا ركبوا
خل بركب سكن ها. تعال سكن. تعال يا عمي. الله يبارك فيهم. يلا يلا لف على الخفيف لف. خلاص استمتعون. يلا ركبتوا كلكم؟ ايوه. حد باقي؟ يلا ركبوا كلكم كلكم كلكم. ايوه حبايبي والله شوفوا هناك على ابوكم يصوركم. شوفوا هناك خذوا لكم صوره هناك. خلاص مره. الله يبارك فيهم. كيف صلاله؟ حلوه. مستمتعين مره. من هين مسويق انت ومن هين؟ من الصبيخي. من هين مصبيخي ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايش اسمك انت؟ محمد احمد اللوجي. والنعم. ليش تبسلني يا سهل؟ ابسلك كيف الساحل؟ مره ساحل فوق؟ ها تشجع الساحل ها؟ صبيخ بعد الساحل. تعجبني. حبيبي كيف حالكم؟ الحمد لله رمي. حياك حياك. حياك رمي. وديني وديني في صلالة مشيني. 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 بمشي على دربات القلب يدق سبع دقات لهلي على دهاري زوق ويمشي على ماري بازور نطق. بعد ما تخلص من القوارب في ما شاء الله معهم الشباب خدمة التوصيل للسيارات لأن على الزحمة وحدكم شايفين فلا تشيل هم. شباب متواجدين وربي يعطيكم الصحة والعافية. شوفوا يا حي يا حي بيضربك الله ذا. ما سمعك أنت المتابعين حبيبي والله أول بابا. الله يسعدك. والله إني ممنون. الله يسعدك جو. والله يا جماعة فنان. يا الله وين واقفين نحن اخوي؟ بعد قدام 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 هذا والجونة الثانية كل شيء. نعم والله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.